المليونير يعني اللي خلف كل هذه الأموال وبعدين يعني الورثة ما قدموا له شيء يجد ذخر يوم العرض على الله، وهذه تجعل الإنسان قبل ما نصل إلى العجز أنه هو يبادر. شيخ العثيمين له كلمة جميلة يقول، قال واحد يعني هل أتصدق الآن وأنا حي أم أوصي الورثة بعد رحيلي؟ إيش قال الشيخ؟ قال له إذا دخلت كهف تجعل المصباح أمامك أم أنك تجعله خلفك؟ أكيد تجعله أمامك لترى، إذا تصدق وأنت حي وبإذن الله ستجد من الورثة أو من غيرهم من يبادر، لكن أنك تبقى حتى بعد أن ترحل على الأقل شوف الثمرة وأنت حي يعني.